أختم بآخر حاجة، واحد يقول أنا بسأل عن مشروعية صورة من صور التمويل العقاري، شركة بتشتري العقار وتتملكه وتقوم بتأجيره لنا إيجارا شرعيا. والله إن كان الأمر كما تقول ما شاء الله تبارك الله، الإجارة المنتهية بالتمليك صيغة من صيغ التمويل الإسلامي التي اعتمدتها المجامع الفقهية المعاصرة. فإذا جرت تفاصيل هذا العقد على وفاق الأحكام الشرعية المقررة في هذا الباب كان عقدا مشروعا. ولمجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار حول الإجارة المنتهية بالتمليك في دورة الثانية عشرة بالرياض، هذه قواعده أو هذه خلاصته. نعم، يقول ضابط الصورة الجائزة والممنوعة. ما هو هذا العقد كأي عقد يمكن أن يجي بطريق صحيح فيكون مقبولا أو بطريق خطأ فيكون مردودا. فقال ضابط المنع أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحدة على عين واحدة في زمن واحد. ما أنت يا بتبيع يا بتأجر، ما ينفعش تبيع وتأجر في نفس اللحظة. أنا بعتك وأنا أجرت، وأنت يا بعت لي يا أجرت لي. إذا كنت بعت لي ما ينفعش تأجر لي لأن أنت بعت وخرجت عن الملكية. فأن يرد عقدان مختلفان، يعني البيع، يعني الإجارة أولا ثم البيع ثانيا. أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد، هذا ضابط المنع. أما ضابط الجواز قال وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانا، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد إبرام عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة. أن تكون الإجارة فعلية وليس الساترة للبيع، أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر. طبعا أنا مدام أنا مالك ومؤجر وباخد أجرة يبقى أنا ضامن لهذه العين، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من تلف إلا التلف الناشئ عن تعدي المستأجر أو تفريده، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة. أيضا قالوا إذا في تأمين على البيت ينبغي أن يكون تعاونيا إسلاميا لا تجاريا، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر. وأن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين. طب نفقات الصيانة، الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة. حدث ليكنج في السقف، المسؤول عنه مين؟ صاحب البيت. لما تبقى مستأجر بيت عند واحد أمريكي هنا وحدث ليكنج أو حاجة ميجور، أنت بترجع لصاحب البيت بتقول له حدث كذا وكذا، وهو المسؤول عن تهيئة البيت على نحو تستوفى منه المنفعة بارك الله فيه. فإذا مضت الأمور على هذا النحو يكون العقد مقبولا بإذن الله تعالى. وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد.